لك الخير أبد، ارسل لي الموقع حقك وأجيك أعطيك الجوال ببيتك. ومن هاتك هو معي وأتعرف عليك. هابشر بعزك. ويوم رجعت للبيت أدور جوالي في خبر في أخواتي، وتذكر إنسى، قلت يمكن انسرق في الهوشة. يا بنت يا بنت، وأنا دمت بأخذ الجوال منها عشان أدق، وأنا عارف إنه مقفل ما حد وراد. ويوم دقيت ولا تطلع لي أنت. والله يا موقف كذا موقف رجولي، ما ولا أملك إلا الشكر. إيش دعوة يا عم، ما سويت شيء، وانت ترى في مقام الوالد. أجل اسمع يا عامر، انت دخلت عندي وتقهويت وعرفتك وعرفت رجولتك، وانت انسان طيب، واللي مثلك ينشر، والمثل عندنا يقول اخطب بنتك قبل تخطب ولدك، وانا اليوم ابي ازوجك بنيتي هالوحيدة. انا لي الشرف يا عم، بس تعرف توني ما كونت نفسي، ويعني يبيلي. لا 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 لا، ما. انا ما ابي منك شيء، انا ما ابي منك شيء، انا ابي منك بس ان ما عندك مانع. بس لا، ما عندي مانع. أجل إذا ما عندك مانع، أنا بروح أجيب البنت تشوفها شوها شرعية. أوكي، عن إذنك. إذنك معك يا عم. الحين وش السوات إن جت البنت وطلعت مقشع؟ وش أقول للشايب؟ أتمنى. هلا بريحة هالي، هلا بكل إلي. لا والله أبشرك، مددت الإجازة وحجزت لك الماليزيا. أطنخي ياه، كل السعوديين راحوا هناك، خلنا نغير شوي. وش رايك نروح زلامسي؟ زلامسي؟ من اسمها غالية ذي؟ لا هي بغالية ولا شيء، 30,000 تعيشنا أحلى عيشة هناك. أوف، 30,000 ريال واجد. حسستني اني قلت 3 ملايين. لو معي 3 ملايين كان سحبت عليه. ايه؟ اقصد يعني وديت اي مكان تبينه، امريكا، تايلاند، بريطانيا، عمان. يا شيني كنت تسلك لعمرك. لا يكون زعلت. اتمنى. الأخ عامر علي؟ إيه عامر علي. سلمك الله، إحنا لجنة مشكلة لتثمين العقارات داخل هذه المنطقة، وبيتكم جاي ضمن المشروع الحكومي الجديد، وبشملكم التعويض إن شاء الله. بعد إذنك أبوي، ممكن تشوف لنا درب نثمن البيت؟